المغاربة عامة بغيت نوع من الصحة ديالك كيف قيتي عمر؟ اولا اش نقول لك شكرا للقناه ديالكم لاله العروسه على هذه الالتفاته هذه. بالنسبه للمغاربه الصراحه متضامنين بزاف. انا تعجبت قالوا لي راه كل شيء كيسول فيه، بقيت غير كنتعجب شحال من واحد كيتصل بالتليفون، شحال من واحد كنقول لهم الله يرحم والدين. شكرا على المؤازره صراحه، اشكرهم كلهم على هذا التضامن وعلى هذا المغاربه معروفين بهذا الشيء تبارك الله. دابا انا كان عندي الحريق في الظهر وانا عندي لاسياتيك قديم، مره كندير ليه الترويض. هذه المره ملي مشيت ندير الترويض باش نحيد ذاك الحريق بداو رجلي يبردوا بشويه بشويه، النوبة الأولى الثانية الرابعة الرجلين كلهم مشاو صافي، وليت إلا ما كانش كراسة ما نزيدش. تخلعت من بعد اتصلوا بيا الناس عبد الله منتصر الله يعطيه الخير، أستاذ معتصم اللي كنشكرهم من هذا المنبر، هما اللي قالوا لي والو تمشي دير لي اليوريم. ملي درت هذاك اليوريم لقيت عندي واحد القروج خرج غضروف كيسميو انزلاق الغضروف ولا شي. ملي جينا نقلبوا تكون يقدر نشوف، قلنا لقينا واحد السيد الله عمره هذا الدكتور شفيق، ما كان شي واحد كيقول فيه كلمه خايبه، كلهم لا اطباء لا اصدقاء معارف ديالو اللي هنا كيقول لك ودي هذاك الدكتور شفيق صراحه كاينه الكفاءه ولا كومبيتونس وكاينه حاجه اخرى يخاف الله صراحة. وملي شفتو فعلا كيدقق معاك جميع المسائل كما كان نوعها، لا في الأسئلة ديالو ولا شنو كذا، وفي الآخر قالها لي، قال لي ودي راه المشكل هو راه ماشي أنا بغينا نديرو لك عملية، راه إلا ما تحيدش هذا راه غادي يكون عندك مشكل كبير. قال لي في أقرب وقت شتو انا الاثنين مازال صيفطني درت لي زاناليز والثلاث فتح ليا لقى عندي هذاك القروج خرج من سمو ولصق، وما حدي كندير لنا الترويض وهو كيقتل في هاد الرجلين حتى لحني صافي. دابا حينا هو في هاد دابا تتصوروا دابا في هاد القرعه هذاك هو القروج صعيب. دابا الحمد لله دوك لي دولور ديال هذيك العمليه دازت مزيان، عرفتي الناس ما عندي ما نقول، اللي بقى هما دوك الرجلين دوك الاثارات ديال هذاك. دابا خصي كيفاش ندير باش نعود نمشي ان شاء الله. شوف ملي كيطيح شي واحد مريض واخا يكون عندك معاه مشكل كيتصل بك الا في المرض، واخا يكون عندك معاه شناءان كيتصل بك مسكين ويقول لك على سلامتك وعلى هذا. هما الفنانه كاملين، ما كاين حتى شي فنان كيحقد على شي حد، اللي كيكون المرض كتكون ولا حاجه اخرى. كاين شكون الشخص الانتيم اللي وقف اللي كان اكثر الناس التصاقا بك في هذه المحنه، محنه المرض وفي محنه قيامك بالعمليه؟ كلهم، كاين بزاف د الاسماء صعيب نذكر اسماء ونخلي وحدين. راه قلت لكم واحد المعتصم السي عبد الله منتصر، وما نساوش الصراحه الرجل الفاضل اللي كيتصل بيا اول ما سمو اتصل بيا سي عزيز خنوش الله يعطيه الخير كعادته دائما، ومعنا الاستاذ سند كيسقسي فيا دائما، بروفيسور اغريجي في الفيزيك تا هو كيمدني بمعلومات، وما نسي الصديق ديالي البدري اللي كيديني بالكروسه ويتجارى معايا كيحيد لي هذوك المسائل ديال الاسم باش يهبطوني من الدار. طيب سي عمر الله يبارك فيك، مؤخرا ظهرت واحد الظاهره اللي هي شاعت وداعت في السوشيال ميديا، وهي ظاهره نشر اشاعات مؤخرا روج خبر وفاه السيده سعاد صابر. رايك في هذه الظاهره الذي هم الناس في هذا الشيء على الاكاذيب؟ هذيك السيده بعدا انا عزيزه عليا بزاف ودوزنا كثير ماشي سهله،
وحكيمة هذيك المرأة هذيك، كانت قالت واحد الكلمة ما عمري نسيتها ليها، هكاك قالت واحد الحكمة، قالت لك أودي راه الله كيشافي الناس باش بالموت، راه الموت ماشي نقمة، الموت راه شفاء، قال أنا سمعتها في الراديو وعجباتني هذيك وكيفاش تلقاتها هي، أما مرأة فاضلة بزاف، وهذا إشعار دائما كيديروا بحال هادشي، الإنسان كيصبر حتى يدوز هادشي وصافي، كتصبر وصافي، إلا طلقوا عليك شي حاجة، لأن أنت أنت كتخدم في واحد واحد اللي ما عرفاش نقول لك، خدام كفنان ولا ضروري يطلقوا عليك الإشاعات وضروري. الإنسان كيصبر اللي طرقك راه ما كاين مشكل. كلمة أخيرة تطمئن بها المغاربة عامة السفر. الحمد لله دابا بخير. الصراحة ملي حيد داك لي دولور ديال هذاك اسمو العظمة، دابا نتسناو كيفاش نديرو باش ترويض باش نقدروا نمشيو ونقدروا كذا. العلاقة ديالنا مع السي عمر هي علاقة بدأت من واحد الفيلم، إنتاج واحد الفيلم ديال سهام الحزن الجميل، فيلم وثائقي، وهو الفيلم تيتكلم على الجانب الإنساني في السي عمر، علاقته بسهام، المرحومة سهام، وعلاقته بالأم ديالو. دونك الفيلم ربما من هذا المنطلق ان كانت العلاقه بيناتنا. ومن 2015 تقريبا بدات العلاقه مع السي عمر. دونك هذه العلاقه ما بقاش علاقه غير فنيه، دخلت فيها العلاقه الانسانيه. العلاقه الانسانيه ولينا تنتشوفوا باستمرار تقريبا يوميا، هذه هي البداية. دونك حنا عرفنا سي عمر في الصحة ديالو، عرفناه في بزاف الحويجات، عرفنا في سي عمر. ومني تتقرب لسي عمر ما يمكنش انك شي يغفل عليك بزاف الحويجات. سي عمر صديق حميم ديالنا، وحنا دي فان ضيور ديال الناس الغيوان، ونتمنوا ليه الشفاء العاجل ان شاء الله. ومن هذا الباب كنشكر الاستاذ شفيق اللي دار لي العمليه، اللي هو طبيب محنك، والحمد لله على لطف الله، هذا هو اللي كاين. وحنا ناشطين حيت سي عمر غادي يولي بخير ان شاء الله. انتم من الاصدقاء الانتمين لسي عمر، كانت المعنويات لسي عمر في فتره المرض وقبل العمليه؟ هو سي عمر كان كيعاني يعني قديما شيئا ما من السياتيك، ولكن طورت الحاله ولات يعني كثروا لي لي دولور وداك الشيء، واضطرينا نتصلوا مع كرون ميدسان اللي هو سي شفيق بطبيعه الحال، بعد من الراديوات ولي غام الى اخره، واتخذ بطبيعه الحال القرار انه خصو يدير العمليه اوبليجي، يعني ما كانش عنده خيار. يعني السي عمر توكل على الله، قال لي ندير العمليه، والحمد لله دازت بخير وعلى خير. كنشكروا جميع الطاقم ديال هذا المستشفى لانهم قايمين بالواجب يعني على احسن ما يرام مع السي عمر، وكنشكرهم وخاصه الاستاذ شفيق يعني اللي دار لي العمليه. كيفاش كان عمر السي عمر قبل العمليه؟ ف واحد الحويجه ضروري خصنا نقولوها، هو هاد الفكره ديال الصبر اللي عند سي عمر، راه صراحه ما يمكنش انه راه الصبر اللي عند سي عمر هو اللي هو القوه ديالو، نسي القوه ديال سي عمر هو هاد الصبر، وحنا استفدنا منه بزاف الحويجات في هاد القضيه ديال الصبر. فكان صابر بزاف، وجات انه يعني لوبيراسيون راه بحال اللي قلتي، راه حتى يعني صبر، حتى قال لي الطبيب راه خصك دير لوبيراسيون، اما هو راه كان صابر بزاف على اساس بانه تيتحمل الالم ديالو تيمشي، راه هاد الايامات قبل ما يدير العمليه راه ما خلاو فين مشاو باش داروا دي سبيكتاكل مع الاخوان ديال الغيوان اللي هما مشكورين جميعا. صار داروا تورني في هذا الصيف، راه طرنا تقريبا، راه داك الشيء اللي دار السي عمر بالسياره ديالو بوحدو، تيتنقل
من كازا حتى السعيدية، من كازا حتى الجنوب، وتيتنقل بوحدو بسيارته، فراه ماشي سهلة. دونك هذا غير وفاء لمجموعة ناس الغيوان، لأنه إذا كان هو هز هاد الهم، راه هز هاد الهم ديال المجموعة باش أنها تستمر. ولكن هاد الصبر ديالو مؤخرا راه كانت النتيجة أنها جات على صحته. الدكتور كما قال أخويا سند مشكورا، لأنه فعلا هو اللي قال لي أودي راه ما عندنا فين نزيدوا قدام لوبيراسيون، راه خاص ضروري دير لوبيراسيون. مساء الخير. لما سقنا الخبر للاستاذ ديالنا الكبير الهرم ديال الظاهره ككل الفنان الكبير عمر السيد، من طبيعه الحال جيت انا سقت الخبر حتى البارح في الليل، ولكن ما كان يتعذر عليا المجيء، ولكن اليوم جيت عند سي عمر وانا كنشوفه في صحه جيده، والله يحفظه لنا والله يخليه لنا، وكنشكره هو وكنشكره ناس الغيوان، هما اللي مهدوا لنا الطريق ديالنا في السبعينات. كنا شباب في دار الشباب، ولكن كنا سالفين ما بغينا نديروا شي حاجه، ولكن ما عرفناها، وسبحان الله العظيم سمعنا ناس الغيوان، يعني قلنا هذه هي الحلقه اللي كانت مفقوده لنا وتبعناهم، وحنا باقي الان، يعني كانت الطريق الصحيح والطريق الفن النظيف، الفن المغربي، وكما كنقولوا غنينا المغاربه المضطهدين، وغنينا الجميع الشعوب المضطهده العالم كله. ونتمنى للسي عمر الشفاء العاجل، والله يحفظه لنا والله يخليه لنا. وانا جيت نيابه على مجموعه المشاهب، حمادي واستاذ حمادي والسي نور الدين والسي عبد الحق الجوهري والميموني والباتور ديالنا، واسمحوا لي الا نسيت شي سميه، كيبلغوا لك السلام وتيقول لك لاباس عليك. وأستاذ حمادي تا هو راه كان شويه عيان هاد اليامات، كان مسكين مريض، ونتمنوا لك الشفاء العاجل. والسي عمر راه عنده هذا ديالو ليسبري ديالو ديما جون، الحمد لله كيتغلب على الصعاب، وانا عارفه المرض ديالو، المعاناه اللي كان تيحس بها، حيت انا مره كيجيني داك الحريق، يعني حريق شويه صعيب. ونتمنى ليه الشفاء العاجل وينوض، وحنا راه كنا كنتسناوه، راه بلا عمر ما كاين والو. وكنشكروه على الحمل اللي هز، ماشي غير الحمل ديال ناس الغيوان، هو راه هز الحمل ديال كاع المجموعات اللي بقاو، مجموعه المشاهب، السهام، الرصاد، العشاق، ازنزارم، يعني هو راه هز الحمل ديال هاد الناس كلهم، راه ماشي غير ديال الناس الغيوان، والله يخليه لينا بركه. وانا جيت فرحانه ملي جيت لقيتو لاباس وكيبتسم، وهذا من شيم عمر السيد، رجل ديال النكته وفنان كبير، وكنشكروه بزاف، كنشكروا كاع الاخوان رشيد بطمه وحميد بطمه والاخوان كاع ديال الناس الغيوان، وكنشكروه هو اللي خلى هذاك المشموم مجموع، ومجموع ديالنا كاملين هو اللي خلاه مجموع ومتين. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.